محمد الترك نود مع الحبيبة ديالو جديدة كوكب. على الأرجح محمد الترك ما عنده زهر مع العيالات، وهما اللي ما عندهم زهر كيتلاقاو معاه. من بعد ما شفنا العشق والهيام والرسائل الحب والرومانسية والهدايا، وعوينا ضربات محمد الترك، حتى هاد الحياة السعيدة اللي كان كيبان لي نعيش فيها ما بقاش. بين ليلة وضحاها، حيث كشف محمد الترك من خلال حسابي سناب شات، راح انقطع عنكم فترة، وشكرا لحبكم ودعمكم، اشوفكم بخير. وانقطع محمد الترك بعد هذه التدوينة، ولم ينشر اي شيء يتعلق بحبيبتي كوكب، حيث انه رجع ونشر صورة وقال لا تعليق ان سدت نفسي. وهذا راجع لسبب خلافي مع حبيبتي، حيث لم يعد يظهر معها مؤخرا محمد الترك، حط راسه في موقف محرج مرة اخرى. وبعد اعلانه بسرعة انه دخل في علاقة غرامية، الامر الذي دفع الكثيرون ينصحونه الا يتسرع، خصوصا بعد اعلان حبه لها، وقالوا له هذا اكبر غلط تقدر تقترفه في حياتك، هو تنسى مرة اخرى، وانك غير كتضحك على راسك وكتضحك على ديك السيدة باش تنسى دنيا باطمة، وان هالشي راه ما كيدومش. ومن خلال الصور التي نشرها محمد الترك لحبيبتي كوكب، قالوا ليه البنت كتبان مازال صغيرة، وانت قدباها راه غير كتضيع معاك، شوف لالاك دنيا باطمة، مديها في خدمتها وعائلتها وبناتها، وما تسرعاش ودخلات في علاقة غرامية، لان هالشي خاصو الوقت،